معكم مجريات هذا الشوط، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة. ظبيان من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، لسعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني ويأتي شاهين مطر بن سالم بن شميل الراشدي، والوصول هنا من هملول علي بن مصبح بالخصم لقتبي من ينطلق بهذا الأداء الجميل على المركز ويتسلل إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني وهنا معك يا هنا في هذه الانطلاقة والتواجد من الزعيم سلطان بن محمد بن سويلم لقتبي من يتسلل على المركز الثاني. بينما المركز الثالث ظا هنا يأتينا بهذه الانطلاقة والتحدي من الضاحي لضاحي بن يمعة بن ضاحي بن تميم من يأتي بهذه الانطلاقة الجميلة والتحديات. هناك التراجع من شاهين مطر بن سالم بن شميل الراشدي، ومن الجانب الآخر أرى هناك أيضا التسلل، ولكن وصل كنكن هنا، كنكن لسهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع من وصل بهذه الانطلاقة على المركز السادس. وفي المركز السابع شكلان لعتيق بن سيف بن ضاحي العميمي من وصل بالمركز السابع. وفي المركز الثامن بهذه الانطلاقة شكلان عتيق بن سيف بن حاضر العميمي، وصل كنكن قادم بكل قوة لسهيل بن عبيد بن يميع بكنكنهم كنكن يسلم الله، ولكن هناك الصدارة مع الرايد لعبد الله بن رملي بن محمد العامري، وكنكن لسهيل بن عبيد بن يميع على المركز الثاني. ولكن سلام لاهالي المقن، سلام للسيد عبد الله بن رملي بن محمد العامري على فوز الرايد بالمركز الاول. تهانينا والناموس ولحظه وصوله الى خط النهايه. كنكن من اتى في المركز الثاني، شكرا يا سهيل بن عبيد يا بن يميع. المركز الثالث ظبيان لسيد سعيد بن راهب بن سعيد بن رقراق المزروعي. المركز الرابع من وصل المطر بن سالم بن شميل الراشدي، وشكلان في المركز الخامس العتيق بن سيف بن حاضر العميمي من أتانا على خامس المراكز. ونعود إلى التوقيت الزمني في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. وهنا الرايد من أتى على المركز الأول لعبد الله بن رملي بن محمد العامري، وسجل 6 دقائق 13 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني واتانا كنكن في المركز الثاني هنا 6 دقائق 15 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع على هذا الأداء الجميل لكنكن. المركز الثالث مشاهدينا الكرام من وصل هنا ظبيان سعيد بن راهب بن سعيد بن رقراقي المزروعي ب6 دقائق 18 ثانية، 2 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.